السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد، إخواني في الله، يروى في الأثر أنه إذا التفت العبد في صلاته، لو عبد مننا بيصلي، لو واحد أو أما بتصلي لله بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، لو قلبه التفت أو عينيه التفتت أو بصره زاغ، يروى أن العبد إذا التفت في صلاته وهو يصلي بين يدي الله يقول الله إلى خير مني، إلى خير مني. على فين يا مصر؟ على فين يا أمة مصر؟ على فين يا شعب مصر؟ إلى خير من شريعة الله. على فين يا مصر؟ إلى خير من الله. على فين يا مصر؟ على طريق ربنا، ولا على السكة الضلمة اللي بقالنا مئات السنين في هداني؟ على فين يا مصر؟ على طريق الجنة، ولا على فين يا مصر؟ على فين يا جماعة؟ من اول الان باذن الله سبحانه وتعالى نعتبر ان احنا بدأنا حملة جديدة. بعد امبارح ما كنا في حملة ليبيا، في حملة الوقوف مع شعب ليبيا في وجه الطاغية اللي بيقصف شعبه بالطائرات، الان يا اخواني احنا في حملة جديدة، حملة على فين يا مصر، حملة دعوة للشريعة الاسلامية، حملة معركة، بس مش معركة شديدة، لا، ده معركة قلوبنا مليانة فيها امل، وايدينا في ايدين بعض، وجونا كلها بتسمع المخالفين، لان لسه الناس مش عارفه ايه الشريعه. الناس بتحسب ان الشريعه دي يعني هنقطع ايد السارق بس، وهنرجم الزاني، وانا الناس مش متخيله يعني ايه الشريعه، يعني ايه الحاجه اللي هتحول الدنيا للجنه، يعني ايه اعظم رحمه انزلها الله على وجه الارض من ظهرانينا، يعني ايه، يعني ان الاسلام له في كل زمن وعصر معجزه، واكبر معجزه للاسلام في هذا العصر هو الاعجاز التشريعي في الاسلام. يعني ايه؟ يعني ان كل المطالب اللي الثوره اتكلمت عنها ديت لو عايزين كلمه تلمها وتلخصها هي كلمه الاسلام والشريعه الاسلاميه. على فين يا مصر؟ مش عايزين نتوه يا اخواني، مش عايزين نتوه يا امه محمد، مش عايزين نتوه يا عباد الله، عايزين يبقى لنا خط سير بقى، عايزين ما نتوهش بقى. الستينات توهونا ورا الاشتراكيين، والسبعينات جم توهونا ورا الرأسماليين، وجي في التسعينات والألفين توهونا ورا الأنظمة الغربية. عايزين بقى نمشي في الطريق الصح، عايزين نحط رجلنا على الطريق الصح، عايزين كل خطوة نخطيها تكون لقدام، بدل ما احنا عاملين زي اللي جاب العربية بتاعته مرشدير وداس بنزين، قاعد يرجع لورا، كل ما يدوس بنزين اكتر بيرجع، كل ما يدوس بنزين اكتر بيرجع. على فين يا مصر؟ على فين يا شباب مصر؟ على فين يا رجال مصر؟ على فين يا نساء مصر؟ على فين يا اعلاميين مصر؟ على فين يا سياسيين مصر؟ على فين يا جيش مصر؟ على فين يا وزراء مصر؟ على فين؟ على فين يا رجال اعمال مصر؟ على فين يا بنات ويا شباب ويا فتيات؟ على فين يا اهل هذه البلد المباركة اللي ربنا اصطفاها تقود قاطرة التغيير في العالم الاسلامي كله؟ على فين يا مصر؟ صيحة، معركة، معركة فكر الفكر، معركة يا اخواني. العلمانيين ما يظنوش انهم يكسبوا ارض ابدا، وفي واحد فاهم يعني ايه لا اله الا الله عايش على وجه الارض، لا يمكن ينقص الدين ونحن احياء، لا يمكن هيأكلوا عقول الناس وقلوب الناس ويسمموها بالافكار الغربية اللي عايزين يفرضوها على الامة وعايزين يخلوها بدون القرآن. على فين؟ على فين يا امة محمد؟ على فين يا مصر؟ اخواني في الله، يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا اهل مصر ضرب مثل فاستمعوا له. راجل سجين محكوم عليه بالاعدام وتنفيذ الحكم بعد الفجر، دخل عليه السلطان بتاع البلد كلها، الراجل جوه الزنزانه مستني الحكم بالاعدام في اي لحظه، لقى السلطان دخل عليه في اول الليل، قال له انت عليك حكم ايه؟ قال له حكم اعدام. امتى؟ بعد الفجر. قال له انا هخلي لك سبيل للنجاه، انا هسمح ان في طريق في الزنزانه ده لو انت فهمته واكتشفته وخرجت منه هو ده طريق النجاة بتاعك، هو ده طريق الانقاذ بتاعك. لو عرفت الطريق ده قبل الفجر انا امر كل جنودي اللي حوالين الزنزانه ان هم ما يتعرضوش ليك لو عرفت الطريق الصح، لو عرفت طريق النجاة، لو عرفت باب الخروج من الازمه اللي انت فيها، لو عرفت طريق الانقاذ من الوضع اللي انت فيه. صاحبنا اول ما السلطان خرج هو وجنوده وشد وراه الباب، صاحبنا قاعد يبص
انا قدامي فرصة ان انا انجو، انا قدامي فرصة ان انا اعيش، انا قدامي فرصة ان انا اخلص من الحكم بالاعدام اللي هيتنفذ عليا بعد ساعات. طب يا ترى طريق النجاة للسلطان عملوا لي فين؟ ممكن يكون الارض، احفر في الارض. قاعد يحفر ويحفر ويحفر وهو زي مجنون عايز ينجو باي طريقة. بيحفر، بعد ما قاعد يحفر وصل لصبة خرسانة اسمنت، لا يمكن يكون هو ده الطريق ابدا ابدا. طب انجو ازاي؟ طب الطريق فين؟ يقينا الطريق من الجدار، انا هشق الجدار، انا هحفر في الجدار، يقينا ان الجدار ده بيطلع على سرداب، بيطلع على النجاة. قعد يحفر في الجدار للسرداب، طلع يجري ورا السرداب، جوه السرداب لقى نفسه في الاخر قدام شط بحر، لا يمكن يكون ده طريق النجاة، لان البحر ده انا هعديه ازاي؟ رجع تاني في الزنزانة، انا مش هيأس. طب انجو ازاي؟ طب اطلع ازاي؟ يقينا ان النجاة في السقف، قعد يخبط في السقف، يحفر في السقف، لقى السقف بيتحفر معاه، طلع من السقف لقى سراديب وممرات ودهاليز، طلع لقى نفسه على السطح بتاع الحصن اللي هو فيه، لا يمكن يكون ده طريق النجاة. رجع صاحبنا محبط يائس محطم خلاص. بعد الفجر جه السلطان دخل عليه قال له انت ما نجتش ليه؟ انا مش قلت لك ان انا سبت لك طريق للنجاة؟ قال له انا عملت كل حاجة، انا حفرت في الارض وما وصلتش، شقت الجدار وما وصلتش، حفرت في السقف وما وصلتش، فين طريق النجاة اللي انت قلت لي عليه ده؟ قال له طريق النجاة اللي انا قلت لك عليه كان في الباب بتاع الزنزانة، انا سايب باب الزنزانة لو انت شدته كان هيبقى مفتوح، هتلاقيه مفتوح، وامر كل جنود اللي بره انك انت لو كنت خرجت من الباب ده ما كانش حد هيتعرض لك. انت فكرت في كل الطرق، فكرت في اصعب الطرق، فكرت في اشد الطرق، وما فكرتش في الطريق السهل، وما اكتشفتش اسهل طريق واوسع طريق كان قدامك، وما عرفتش باب النجاة. قبل ما حد يصعب عليه الراجل ده يا جماعة، الراجل ده هو احنا، الراجل ده هو الشعوب الإسلامية، الراجل ده هي دولنا، الراجل ده احنا يا جماعة، الراجل ده اللي في الستينات جرى ورا الاشتراكية والشيوعية لحد ما جه بعد كده السادات في السبعينات في كتاب البحث عن الذات بتاعه، وانا قريها له، بيقول اللي يتغطى بملايه السوفييت هينام في الشارع، او يعني ما شابه. جرينا ورا السوفييت والشيوعيه والاشتراكيه في الستينات، خدنا ايه غير النكسات ورا النكسات؟ بعد ما كان الجنيه بخمسة دولار بقى الدولار بكم جنيه؟ بعد كده في السبعينات قالوا لا هي الرأسمالية، 99% من أوراق القضية بإيد أمريكا، ده كان رئيس الدولة اللي بيقول كده، والشعب كله خلاص هيعمل إيه؟ مقهور، القطاع مصاق وراء القائد العسكري، ودونا في داهية، دمرونا دمرونا. بعد كده جينا في التسعينات في التمانينات والتسعينات قالوا لا هي الديمقراطية وهي وهي، كلها عاملة زي اللي بيحفر في السقف وفي الحيطة وفي الأرض، كلها خرجنا منها بالفشل، ما كسبناش غير الفشل. وباب النجاة الوحيد الشريعة الإسلامية، باب النجاة الوحيد شرع الله، باب النجاة أوسع باب وأسهل باب وأعظم باب. طلعنا روحنا، طلعنا روحنا يا جماعة، بقالنا 100 سنة بندور على طريق للنجاة. الملك فاروق يجي يقول أنا اكتشفته، وعبد الناصر يجي يقول اكتشفته، والسادات يقول اكتشفته، ومبارك يقول اكتشفته، وكلهم بيتوهوا الأمة، وكلهم المفروض يتحكموا كمجرمين حرب حتى لو كان حد منهم مات، لأن دول ضيعوا الأمة، توهوا الأمة، دمروا طاقات الأمة، فشلوا الأمة، حركوا الأمة من فشل لفشل. إخواني في الله، باب النجاة الوحيد الشريعة الإسلامية. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها المسلمين، يا أيها المصريين ضرب مثل فاستمعوا له. أسرة فقيرة غلبانة، الست عايزة تعمل عملية وإلا هتموت، عايزة تعمل عملية بسرعة، الولد في الثانويه العامه عايز دروس، عايز فلوس ياخد دروس، والا مين اللي هيساعده ان هو يجيب مجموع كبير ويدخل الكليه اللي هو عايزها؟ الاسره كلها فقيره ومحتاجه وغلبانه. صاحب الاسره ابوهم قال انا هسافر يا جماعه، وكل شهر هبعت لكم ظرف، الظرف ده هو الحل، الظرف ده فيه الحل يا جماعه، سافر واشتغل بره في دوله عربيه وبدا يبعت الظرف اللي فيه الفلوس، الظرف ده هو اللي ابونا قال لنا فيه الحل، نعمل ايه؟ حطوا الظرف، مفيش فايده، يعني ما الظرف دخل البيت اهو مفيش حل ولا حاجه، شويه طب نعمل ايه في الظرف؟ شويه بداوا يحطوه في علبه قطيفه جميله شيك، وبداوا يحطوه في العربيه بتاعتهم، وبداوا شويه مفيش فايده، الوضع ما بيتصلحش، الست هتموت والواد هيسقط والبيت فقير، طب نعمل ايه؟ بداوا يعملوا الظرف ده يحطوه في ما شاء الله البنت تلبسها في سلسله كده وهي ماشيه والظروف ما بتتحلش والوضع خطير. يا جماعه الحل مش ان هم يحطوا الظرف في علبه قطيفه شيك ويتباركوا بيه، الحل انهم كانوا يفتحوا الظرف
ويطلعوا اللي فيه ويصرفوه. هو ده كان الحل. كذلك يا إخواني قبل ما نضحك على الأسرة الغلبانة دي، الأسرة دي هي احنا، الأسرة دي هي الشعوب الإسلامية. الظرف، المصحف، المصحف مش حله نحطه في عربية ولا في ما شاء الله ولا نتبارك بيه. المصحف حله نفتحه ونطبق الشرع اللي فيه، ونطبق الشريعة الإسلامية، ونفجر الطاقات المهولة اللي جوه الشريعة الإسلامية. هو ده الحل يا إخواني في الله. على فين يا مصر؟ على فين يا مصر؟ على مساحة جديدة يا مصر؟ على حد يودينا في سكة ضلمة جديدة يا مصر؟ ما تعلمناش، ما تعلمناش من المقاس بتاعت الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات والثلاثينات والاربعينات والقرن الثمنتاشر والاحتلال الفرنساوي والاحتلال الانجليزي والتدخل الامريكي في شؤوننا. ما تعلمناش يا مصر، لسه ما تعلمناش، لسه ما تعلمناش ان كل دي طرق سد، ان كل دي طرق ضلمة، ان كل دي متاهات. 200 سنة تخبيط، تخبيط من ايام ما محمد علي قال هو الحل في التغريب، وفي الاخر رموه رمية. اللي بيقرأ في كتب التاريخ يعرفها من ايام ما بدأنا نقول لا الحل في البعثات الفرنسوية. طب يا سيدي روح دنيتهم وتعالى، لا ده انا اروح اجيب دنيتهم ومبادئهم وافكارهم وارائهم وعقائدهم وتصوراتهم ومفاهيمهم، وهنيجي نفرضها فرض على المسلمين هنا. هنضيع، تضيع المركب، هتغرق، تغرق، غرقونا. 200 سنة حكامنا بيغرقونا، 200 سنة يا جماعة. على فين يا مصر بعد كل الرحلة ده؟ هي فهمنا ولا لا؟ استوعبنا الدروس دي ولا لا؟ استوعبنا توقف القطرة 200 سنة او اكتر كمان ولا لا؟ فهمنا يعني ايه اسلام؟ فهمنا دور الشريعة؟ فهمنا مصر عمرو بن العاص اللي لما حصل مجاعة في جزيرة العرب عمرو بن العاص ارسل عمر بن الخطاب قال له لأرسلن لك قافلة اولها عندك واخرها عندي. كان في رخاء، كان في حرية، كان في 25 نوع من انواع الضرائب الدولة الرومانية فرضوها على المصريين على ايد المقوقص واحنا اللي حررناها بالاسلام. كان الارثوذكس والكاثوليك منهم مذابح واحنا اللي جبنا التسامح بالاسلام. كانت مصر دولة اعجمية لاتينية واحنا اللي جبنا العروبة بالاسلام. فهمنا الدرس ولا لا؟ بعد 1400 سنة يا مصر، بعد 1400 سنة فهمنا الفرق ما بين لما كنا مع الاسلام ولما مشينا عكس الاتجاه؟ فهمنا الفرق ولا لسه؟ على فين يا مصر؟ الفشل، قصة الفشل اللي لازم نؤرخ ليها، قصة الفشل اللي صاحبت هذه الأمة في كل مرة اختارت فيها حاجة غير الإسلام. ماذا لو اخترنا الإسلام وماذا لو لم نختار الإسلام؟ قصة الفشل اللي صاحبت الأمة دي في كل مرة توهونا فيها، في كل مرة ضيعونا فيها، في كل مرة فرضوا علينا شريعة غير شريعة ربنا فيها. النهاردة اختيارنا بإيدينا، النهاردة احنا ممكن نختار الإسلام أو لا نختار الإسلام ولا أعوذ بالله. قصة الفشل، الفشل يا جماعة. في يوم من الأيام امرأة مسلمة في سوق في بلد تحت حكم الرومان اسمها عمورية، المرأة المسلمة في السوق، في السوق بتشتري حاجات، جندي من واحد من الرومان ربط الفستان بتاعها أو الثوب بتاعها بطريقة بحيث انها اول ما قامت جزء من رجليها انكشف. قعدوا يضحكوا عليها، المرأة صرخت ومعتصماه ومعتصماه، قعدوا يضحكوا عليها. واحد قال لها يوشك ان يأتي لك المعتصم على فرس ابلج، المعتصم يجي لك على فرس ابيض فابيض اهو قريب. وقعدوا يضحكوا ويسخروا منها. يوصل الخبر للمعتصم يأمر بكتيبة كلها ركبة على افراس بلجاء، كلها ركبة على افراس من النوع اللي اتريعوا على هذه المرأة فيه، ويروح للمدينة ويطلب من الخارج تسليم هذا الرجل الذي اعتدى على هذه المسلمة. يرفضهم، يدخل المدينة ويفتحها، وبعد كده يؤمر انه يروح للمكان اللي حصلت في هذه الواقعة ويستدعى هذه المرأة ويقول لها يا اختاه انا المعتصم، لبيك يا اختاه، ها انا جئت لك على فرس ابلج. يا اخواني في الله، مرت الايام، مرت الايام واخواتنا دخلوا سجن غريب ابو غريب في العراق، واخواتنا دخلوا سجون الروس في الشيشان، وواحدة منهم بعتت رسالة كانت نهايتهم ان واحدة منهم حطمت راسها في الحيطة من كتر القهر اللي هي فيه وعدم تحملها للاغتصاب والوضع اللي هي فيه. واحدة منهم بعتت رسالة ما قالتش ومعتصماه، ما استنجدتش، قالت احنا مش عايزينكم تبعتولنا جنود يغيثونا، احنا عايزينكم تبعتولنا حبوب منع حمل حتى لا نحمل من الجنود الكفار. مرت الايام يا جماعة، ودقنا الفشل لما بعدنا عن شرع الله، دقنا لما كانت الشريعة ولما كانت الخلافة الإسلامية ولما كان الشرع مطبق، دقنا العزة، دقنا من أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم. فإن فأما بعد فإن جوابي ما سترى دون ما ستسمع،
دؤنا أيتها السحابة أمطري حيث شئت فإن خراجك سيصل بإذن الله إلي هنا. دؤنا العزة يا إخواني، إنما لما بعد عن الإسلام فشل عبد الناصر لما عاهد على أنه يطبق الشريعة الإسلامية قبل الثورة، وبعد الثورة انقلب على الإخوان المسلمين وحطهم في السجون وعذبهم في مذابح تاريخية، وفرض على الأمة الاشتراكية، وفرض على الأمة المبادئ الجاهلية اللي هو فرضها على الأمة في هذا الوقت، وفرض على الأمة اتباع الروس واتباع الشيوعيين. حصل ايه؟ الشعب لما جراه، والشعب لما قالوش لأ، والشعب لما ما وقفش في وش الظالم، والشريعة الإسلامية لما بدنت جت هزيمة 67 نكتة ما كانتش على ايد اليهود، ده ربنا يا جماعة، ده ربنا كان بيفوق الأمة دي، ده ربنا كان بيقول لمصر على فين يا مصر، كان بيقول للأمة العربية على فين يا أمة محمد، على فين انتوا مش هتستنوا لحد ما تيجي نكسة عشان تفوقكم وتعرفكم آخر أي طريق غير إسلامي ايه؟ 67 يا جماعة 100,000 جند مصري، كان بعضهم بالجلاليب لأن كان لسه البدلة العسكرية ما لحقتش توصله، 100,000 جند مصري. أعلنت القيادة المصرية بكل خيانة إن كل جند ينسحب على مسؤوليته الشخصية في لحظة من لحظات الخيانة، هيعملوا إيه؟ 100,000 جندي وقعوا في إيد اليهود، يا ترى عملوا فيهم إيه؟ أول حاجة نقضي على الضباط. طب نقضي على الضباط إزاي؟ الضابط نقضي عليه إزاي؟ بسيطة، هنجيب الجنود كلهم اللي أسرناهم ونعطشهم 3 أيام، عطشوهم 3 أيام، بعد كده جابوا فنطاس مية كبير وبدأوا يفتحوا الحنفيات وقالوا كله يجري يشرب، لما بدأوا يجروا قالوا استنهم الضباط الأول، فبدأ الضباط يطلعوا الأول عشان يشربوا، حصدوهم بالمدافع بتاعتهم وقتلوهم، بدأوا يخلصوا من الضباط. طب عايزين نخلص من كل واحد ممكن يعمل حاجة للبلد دي، أي حد بيعرف يقرأ ويكتب، مجرد إنه يقرأ ويكتب نخلص منه. طب إزاي؟ جم على الجنود الأسرى قالوا لهم الصليب الأحمر عايز أسمائكم، كل واحد يكتب اسمه عشان الصليب الأحمر يشوف حقوقه ويشوف المعونات ليه. كل واحد مسك ورقة وبدأ يكتب اسمه على طول اتحفظ بالنار واتقتل. يبقى نخلص من اللي بيعرفوا يكتبهم. عايزين نجند الأعراب يبقوا معانا، أو على الأقل أي حد منهم عقدته ضعيفة يبقى معانا. نعمل إيه؟ بدأوا يجيبوا الجنود الأسرى ويقتلوهم قدام الأعراب، ويجبروا الأعراب إن هم يحفروا قبور الجنود دي بإيديهم ويدفنوهم بإيديهم عشان يعرفوهم إن مفيش أمل غير في التعاون مع اليهود. طب نعمل تاني ايه؟ الجرحى اللي في المستشفيات، الجرحى نعمل فيهم ايه؟ بدأوا يجيبوا عربية تقف على المستشفى بتاعت العريش من بره وتقول ان لازم الجرحى الوقت ينزلوا عشان ننقلهم مستشفيات القاهرة ياخدوا احسن علاج. الجرحى جيروا من المستشفيات نازلين بسرعة، فاذا بسيارات فيها مجندات يهوديات، حصدوهم بالمدافع حظا وقتلوهم قتلا وهم جرحى لا يملكوا ان يفعلوا اي شيء. طب نعمل تاني ايه؟ احد الكتائب اليهودية جابت الجنود الأسرى المصريين، كانت مذبحة، كانت مهزلة، كانت يا جماعة تفويق للأمة دي، كانت رسالة على فين يا مصر، على فين هتختار غير الإسلام؟ النهاية هي هتختاروا أي اختيار غير الإسلام، أي اختيار غير الشريعة. الفشل في فشل في فشل، عشنا يا جماعة بقالنا 200 سنة فشل اقتصادي، فشل اجتماعي، فشل سياسي، ذل، انهيار داخلي، ظلم وبطش من الحكام، بقالنا 200 سنة في القهر ده، هنفوق ولا لا؟ هنعرف احنا من غير الشريعة ما نسويش اي حاجة في الدنيا دي، ده ايه اللي خلت لنا قيمة؟ على الكلمة اللي انا قلت لكم في الاول، الى خير مني، كأنها بسألة من الاسلام، ليه بتلتفتوا عني ليه؟ بتلتفتوا عن شريعة ربنا ليه؟ الى خير مني. ويأتي بعد كده هذا الجندي اليهودي جاب الجنود المصريين وجمع والعياذ بالله الابوال بتاعت اليهود، البول بتاع جنود اليهود واكبر المصريين انهم يشربوها، بعد كده خلاهم يحفروا نفق تحت الارض ودخلهم جواه وردم عليهم ودفنهم وهم احياء. القصص كثيرة، انا شفت بعيني مشهد من المشاهد، جايبين جنود مصريين ومنيمينهم على الارض ومغمين عينيهم، وواحد ماسك سكينة وسط الجنود اليهود وقاعد، عارفين الجزار لما يجي يخبط بالسكينة على جسد البهيمة قبل ما يذبحها، قاعد يخبط بيهم. ما قدرتش ان انا اكمل المشهد او اشوف بعد كده حتى لو في مشهد ذبح بعد كده. عملوا ايه فينا يا جماعة؟ مش هم اللي عملوا فينا كده، ده احنا اللي عملنا في نفسنا كده، احنا اللي لما اخترنا شريعة غير شريعة ربنا عملنا في نفسنا كده، احنا اللي لما عدنا ربنا عملنا في نفسنا كده. احنا كنا الاعزة، احنا كنا القادة للعالم، احنا كنا من لم يرى القاهرة لم يرى عز الاسلام، ايه اللي بهدلنا البهدلة دي كلها؟ على فين يا مصر؟ على فين يا رجال اعمال مصر؟
على فين يا اقتصاديين مصر؟ على فين يا قادة جيش مصر؟ يا رؤساء أركان حرب جيش مصر؟ على فين يا محافظين مصر؟ على فين يا كل موظف في هذه الأرض؟ على فين يا جماعة؟ على فين يا كل شاب وفتاة؟ يا جماعة الفشل حليف هذه الأمة طول ما هي بتذهب إلى أي شرع غير شرع الله. أمريكا اللي العلمانيين عايزين يقلدوها، اللي العلمانيين عايزين يفرضوا علينا أجندة الشريعة الأمريكية عشان نطبقوا، بيقولوا ايه دي التقدم وايه دي التطور. وأمريكا، أمريكا اللي سابت مذابح القذافي في ليبيا ضد شعبه وثبتها، مرضتش انها تتدخل. اذبح، اصل الناس دي بتقول اسلام، اذبح لغاية ما احنا بعد اسبوع ولا اسبوعين نبقى نتكلم وخلاص وتبقى رفعت عندنا الحرج. أمريكا اللي خانتنا، أمريكا اللي احتلتنا، أمريكا اللي سلطت اليهود علينا وتدوهم مليارات عشان يذبحوا الأمة الإسلامية، أمريكا اللي سكتت على المذابح ضد غزة في الفترة اللي فاتت لما اتضربوا بقنابل الفسور، أمريكا، أمريكا اللي بتحمي إسرائيل في كل محفل دولي وبتستعمل الفيتو عشان محدش يكلم إسرائيل، أمريكا الخاينة، أمريكا الغشاشة، أمريكا المنافقة، أمريكا المجرمة، أمريكا قنابل نجازاكي وهيروشيما، أمريكا، أمريكا النصابة دية اللي احنا عايزين نمشي وراها. طيب عايزين تمشونا على علمانين وراء أمريكا؟ اشمعنى أمريكا والغرب؟ أصل دول الموديل الرئيسي للتقدم والتطور. طيب يعني هي اللي مطبقة الشريعة بالضبط؟ بالضبط. كل 34 ثانية في أمريكا حادث بلطجة واعتداء بسطو ومسلح، كل 34 ثانية في أمريكا حالة سطو على مبنى من المباني، كل 15 ثانية في أمريكا حالة اغتصاب واعتداء جنسي، كل 6 دقائق في أمريكا حالة قتل إزهاق دم. مش دي أمريكا إيه؟ أمريكا الفاشلة، أمريكا اللي مش عارفة، أمريكا يعني إحنا اللي نعرفهم جايين من أمريكا بيقولوا ما فيش هناك حياة اجتماعية أصلاً، حياة اجتماعية مدمرة، عايزين نمشي وراهم، عايزين نمشي وراهم والفشل بيتفجر من ملامح المجتمع بتاعهم. أمريكا الفاشلة لما جم يا جماعة في سنة 1919 أمريكا وقالت لازم نمنع الخمور، ليه؟ أصل الخمور خطر والخمور مش عارف إيه وكلام ده، صعب تمنع الخمور، هنعمل قوانين صارمة جدا. 250 مليون دولار حملة دعاية في أمريكا ضد الخمور، جميل جدا. ماذا كانت النتيجة؟ بعد 14 سنة صراع من الدولة عشان يمنع الخمور اللي القرآن في يوم منحها في المدينة المنورة، في يوم نزل التشريع أريق دنان الخمر في الطرق، النجاح الشريعة الناجحة أمام شريعة أمريكا الفاشلة. بعد 14 سنة تطلع الحكومة وتستسلم بعد 400 واحد أعدم على الكرسي الكهربائي مش عارفين يسيطروا على تجار الخمور، بعد 400 مليون دولار مصادرات للخمور، بعد 200 مليون دولار غرامات على شاربي والمتاجرين بالخمور، بعد كل ده يطلعوا بعد 14 سنة ويقولوا فشلنا ان احنا نمنع الخمور من المجتمع، عايزين نمشي وراهم عشان نفشل تاني احنا لسه عايزين نطول الطريق على نفسنا ليه؟ خلاص حرام بقى، كفاية فشل، عايزين نرفع الشعار ده في كل حتة، كفاية فشل. هنجرب مين؟ جربنا الكل وفشلنا، جربنا المعسكرات الشرقية والاشتراكية وفشلنا، جربنا المعسكرات الغربية بالرأسمالية والديمقراطية وفشلنا، جربنا ان احنا نمشي بدماغنا وفشلنا. فشل، تاريخ فشل لحد امتى يا اخواني؟ على فين يا مصر؟ ما فيش غير باب واحد للنجاة، زي الراجل اللي كان محبوس وقبل ما يتنفذ عليه حكم الاعدام كان قدامه باب واحد للنجاة، ما فيش غير طريق واحد للنجاة اللي هو الشريعة الإسلامية. اخواني في الله، اخواتي في الله، الفترة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى، الفترة اللي جاية دي، الأيام اللي جاية دي والشهور القليلة اللي جاية دي هتبقى معركة جديدة، واحنا عايزين ندخلها وعايزين نبقى شعار المعركة كفاية فشل. شعار المعركة ماذا لو اخترنا الإسلام؟ شعار المعركة على فين يا مصر؟ عايزين ندخل معركة ضد كل علماني وكل واحد ضد الشريعة الإسلامية. المعركة مش هتبقى قاسية ولا جديدة، معركة فكر الفكر، احنا مستعدين صوت لصوت، احنا مستعدين. هيتمسح الارض بكل واحد هيقف وش الشريعة الاسلامية، ليه؟ لانها نور، اول ما هتظهر زي الشمس في الافق هتلوث كل الخفافيش، هتدخل كل الخفافيش في العشاش بتاعتهم، هتبدهم، هتخلي لهم ملهمش مكان وسطنا. احنا عايزين شمس الشريعة تشرق على مصر،
عايزين شمس الشريعة الإسلامية تشرق على مصر من جديد. امتى امتى يا اخواني؟ متى متى فرجك يا رب؟ امتى يا رب شمس الشريعة هتشرق على مصر تاني؟ امتى يا رب شمس الشريعة هتشرق على بلادنا تاني؟ امتى هنرجع احنا اللي نختار الاسلام بقلوبنا تاني؟ امتى يا اخواني؟ عايزين ندخل المعركة دي واحنا كلنا امل، كلنا امل عظيم. امل ازاي؟ المشهد العظيم، المشهد اللي ما تكررش في التاريخ، مشهد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وقف على جبل الطور لأول مرة ربنا بيكلمه، لأول مرة الله بيكلم إنسان مننا، يا لشرف الإنسانية. الله بيكلم موسى وبيكلفه بالمهمة اللي منوطة بينا الوقت يا إخواني. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، ائتي. عارفين لما ربنا يقول ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أن ائتي، خليك زي الريح المرسلة يا موسى، خليك زي العاصفة على كل منكر وكل باطل في أرض مصر يا موسى. أنت واقف الوقت على جبل الطور يا موسى، مكلف بمهمة مقدسة تجاه أرض مصر يا موسى، مكلف أنك تنزل مصر تطهرها من المعاصي، تطهرها من الجرائم، تطهرها من المتجبرين والمتكبرين. هتقف وش فرعون بس ربنا معاك، هتقف وش الظلمة بس ربنا معاك، هتقف في وش جد مبارك اللي بعد ما مشي ساب لنا نص مليون مبارك، لسه قدام معركة معاهم بس ربنا معاك. وإذ نادى، نادى ربك موسى، كتير قوي كانوا مستنين ان هم اللي ينادوا، كتير قوي كانوا مستنين ان هم اللي ربنا يختارهم، بس ربنا اختار واحد. كان ربنا يعلم النور اللي في قلبه، كان ربنا يعلم النور اللي جواه. ربنا اختارك يا مصر، ربنا اختاركم يا شعب مصر عشان انتوا اللي تغيروا، انتوا اللي تنقذهم. لما الشيخ الألباني رحمه الله حقق أحاديث الخلافة بتاعت آخر الزمان، وصل في النهاية أن عودة الخلافة في آخر الزمان هتبقى في بلد من اتنين في العالم، يا في الشام يا في مصر، يا في مصر، وكفة رجوعها في مصر أقوى من كثير من الأدلة الأخرى، يا في مصر يا إخواني. وإذ نادى ربنا، يا جماعة اصطفى الشعب ده، اصطفى الشعب ده انه هو يقوم ويغير ويقود ويصلح. لما مصر اخترت الاشتراكية، الأمة العربية اخترت الاشتراكية، لما عبد الناصر قال القومية كله بقى قومي، لما جه السادات قال الرأسمالية، الرأسمالية بقى الجميلة، لما مبارك قال الديمقراطية فجأة كله بقى ديمقراطي. يا جماعة احنا بنقود قاطرة العالم الإسلامي كله للهلاك، للهلاك. مصر لو اتغيرت العالم هيتغير، مصر لو قامت العالم هيقوم يا إخواني في الله، يا إخواني. وإذ نادى ربك موسى، ربك، طب ربنا ليه ما قالش وإذ نادى رب موسى موسى ربك يا محمد ليه؟ هو ده ماله بالصياط؟ كأن ربنا بيقول لسيدنا محمد، كأن ربنا بيقول لكل واحد هيقوم ويغير، لكل واحد هيأتي القوم الظالمين، بيقول له اللي ده موسى هيديك، اللي نصر موسى هينصرك، اللي كان مع موسى هيبقى معاك، بس انت قوم، بس انت غير، بس انت بقى صاحب رسالة، بس انت شيل على عاتقك مهمة التغيير. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، أن ائت القوم، مش ائت الظالمين، القوم، يعني مصر كلها باظت، مصر كلها فسدت يا موسى، التعليم بقى فاسد، والإعلام بقى فاسد، والاقتصاد بقى فاسد، والوزارات بقت فاسدة، والحكومة بقت فاسدة، ائت القوم، القوم كلهم، القوم، البلد كلها فسدت، البلد، حتى الناس، حتى الناس. الوقت لما اتكلم بنت جاية من نادي ولا وتقدم لها واحد تقول ايه ده، انا هتجوز جواب صالونات، لا انا امال جواب، يعني ايه جواب صالونات؟ يعني اللي هو واحد يتقدم يدخل البيت من بابه، امال هي عايزة جواز ايه؟ جواز حب ومعرفة وتعرف فترات الاول كده، وبعد قصة حب ساخنة نتوجها بالجواز الفاشل باذن الله. ربنا يتوب علينا جميعا يا رب، ويرزقنا النجاح جميعا في كل امور ديننا ودنيانا. جواب صالونات. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، بقوا ظلمة يا موسى، بقوا ظلمة، الحكام بقوا ظلمة، الشعب مشي ورا الحكام وبقى هو نفسه ظالم. ائت القوم الظالمين، القوم اللي التبرج انتشر وسطهم ومحدش اتكلم، القوم اللي الاختلاط والعري والفجور انتشر وسطهم ومحدش اتكلم، القوم اللي الربا والكبائر والموبقات انتشرت وسطهم ومحدش اتكلم، القوم اللي بقى على رصيف مسجد في شارع الهرم وعلى الرصيف التاني بار خمارة ومحدش اتكلم. ألقيت القوم الظالمين، القوم اللي بقى عندهم القرى السياحية اللي بيزنى فيها علني وبتشرب فيها الخمور علني ومحدش اتكلم. ألقيت القوم الظالمين، قوم واتكلم، لو كل سكت تنطق، لو كل مرضاش غير غير انت. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، مهمة كبيرة بس ربنا هيعين قوم فرعون. فرعون يا جماعة، أصل إخواني مصر دي مصيبة مصر كلها في 20-30 واحد،
مصيبة مصر دي في أئمة فساد متحكمين في الشعب كله، مراكز قوة بتنشر فساد قهرا عن الشعب. مين اللي دخل المخدرات مصر عشان يخدر الشباب؟ مين اللي ساب المواقع الجنسية على النت رغم ان ببرنامج على من مركزي من رئاسة الوزراء، قرار من رئاسة الوزراء يتمنع المواقع الجنسية كلها؟ مين اللي دخل الكلام ده؟ مين اللي عايز يدمر الشباب؟ مين اللي عايز يدمر شبابك يا مصر؟ مين اللي عايز يتوهك يا مصر بعيد عن طريق ربنا؟ قوم فرعون ألا يتقون؟ ألا يتقون دي كلمة تشق القلب، كلمة تشق الصدر. مش خايفين من ربنا ازاي؟ يا جماعة احنا كنا زمان بنعمل الغلط وعارفين انه غلط، الوقت عدنا بنعمل الغلط ومش هممنا، مشيت في السكة الغلط ومش هممنا. يا جماعة عصر الجرأة على الله، العصر اللي احنا عايشين فيه. ألا يتقون؟ هما مش خايفين مني؟ هما مش خايفين من حكومة ربنا؟ هما مش خايفين من انتقام ربنا؟ ازاي ازاي؟ ألا يتقون في قراءة تانية، ألا تتقون، كأن يا أهل الحق أهل الباطل ألا يتقون ويسيبوا المعاصي، وانتوا يا أهل الحق ألا تتقون؟ لو سبتم الظالم يظلم وسبتوا العاصي يعصي انتوا ظلمة زيهم، ألا تتقون يا ملتزمين وملتزمات؟ ألا تتقون يا كل واحد بيسمعني دلوقتي؟ ألا تتقون يا كل واحد ممكن يغير وما يغيرش؟ ألا تتقون؟ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، المهمة المقدسة اللي منوطة بنا الوقت، انزل يا موسى وغير مصر، انزل يا موسى وانقذ مصر، انزل يا موسى واهدم طاغوت مصر، انزل يا موسى وصلح مصر. قوم فرعون ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف، أنا خايف يا رب، أنا خايف يا رب إن أنا أشترك في التغيير، أنا خايف يا رب إن أنا خايف يا رب إن أنا أقول للظالم لا، أنا خايف يا رب. قال رب إني أخاف، أنا مش بقول الكلام ده على سيدنا موسى طبعا عليه الصلاة والسلام، لا يمكن طبعا، ولكن أقول الكلام ده على مشاعرنا إحنا بقى في الموقف ده، وإحنا بيطلب مننا إن إحنا ننضم لقاطرة التغيير. قال رب إني أخاف أن يكذبون. خد بالك شوف الكلام، هو إني ده حرف توكيد، وربنا ده بيفيد في اللغة لما يكون اللي قدامك شاكك في كلامك، فأنت بتقول إني عشان تأكد. هو ربنا لا يعلم اللي في صدر موسى؟ أمال سيدنا موسى قصده إيه؟ سيدنا موسى يا جماعة دي في اللغة بتفيد شدة الانفعال بما يقول، رب إني أخاف أن يكذبون. أنا خايف يا رب الناس ما تقبلش الحق، أنا خايف يا رب الناس ما تقبلش الشريعة الإسلامية، أنا خايف يا رب الناس ما ترضاش إنها تعبدك وتختار فرعون، أنا خايف رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. انا خايف يا رب ان صدري يضيق لو سمعت حاجه بتتقال عليك، خايف يا رب صدري يضيق لو شفت واحد علماني ولا ليبرالي ولا واحد من بتوع الدوله المدنيه الغير دينيه بيتكلم على دينك وعلى شرعك، واتهام شرع الله هو اتهام لله، والكلام على شرع الله هو كلام على الله سبحانه وتعالى. ولا ينطلق لساني، انا عايز لساني يبقى طلقه، انا عايز انطلق في التغيير يا رب والاصلاح. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. هارون أخو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، أكثر كلمة فيها تجرد في القرآن كله. يمكن سيدنا موسى كان ممكن يبقى، ما سيدنا موسى منصور، منصور يا جماعة ربنا اللي بيقوله روح محمي محمي، ولكن سيدنا موسى يعلم الطريق ده وطبيعته، يعلم ان لازم ايدينا في ايدين بعض، يعلم ان مفيش حد يقدر يغير لوحده، يعلم ان محدش يقدر يشيلها لوحده. يا أمة محمد اعقل الدرس ده، الوحيد اللي كان ممكن يشيل الدين كله محمد بن عبد الله، الوقت اتمزقنا ليه؟ بقى اخوان مسلمين وسلفيين، والسلفيين بقوا سلفيات وسلفيات وتبليغ ودعوة. ليه يا اخواني؟ ليه يا اخواني؟ ليه ما نجتمعش على منهج السلف الصالح يا اخواني؟ ليه ما نرحمش بعض؟ ليه ما نحبش بعض؟ ليه ما نتواصلش مع بعض؟ ليه ما نستنصرش ببعض؟ ما حدش يقدر يشيلها لوحده. سيدنا موسى بيقول لربنا ارسل الى هارون، ما حدش يقدر يشيلها لوحده، لازم نعترف ببعض، لازم نؤمن ببعض. يا جماعة الاسلام ده نهر كبير، وكل دعوة قامت لله يا قناة بتصب في النهر ده، الإخوان المسلمين قناة بتصب في نهر الإسلام، السلفيين بكل طياراتهم قناة بتصب في نهر الإسلام. وإن كنا بنثبت العلم ونثبت اتباع القرون الثلاثة الأولى في العلم، إلا إن أنا أرحم أخويا حتى لو عنده خطأ أصلحه، إنما مش أذبحه، مش وظيفتي إن أنا أذبح المخطئ، وظيفتي إن أنا أتواصل معاه وتعاون معاه وصلحه وغيره. التبليغ والدعوة قناة بتصب في نهر الإسلام، أوعوا حد يفتكر إن هو الإسلام، لا، إحنا قنوات بتصب في النهر اللي بقاله 1400 سنة، وبعدين هيفضل النهر ده. امتى يا جماعة نتسامح مع بعض؟ امتى هننتمي للنهر مش تنتمي للقناة بتاعتنا؟ امتى يا جماعة هنؤمن بكل قناة بتصب في نهر الإسلام ونحبها ونفرح بيها وندعمها ونقول احنا معاك، احنا معاك، احنا مع كل دعوة قامت لله سبحانه وتعالى. فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. يا موسى ده انت قلت أخاف أن يكذبون قبل أخاف أن يقتلون.
انا خايف على الدعوة اكتر من خايف على نفسي. انا خايف على الدعوة الاول اكتر من خايف على نفسي. طب سيدنا موسى بيقول اخاف ان يقتلون ليه؟ مش خوف على نفسه، ده خوف ان بموته الدعوة تموت، ده خوف ان بموته الدعوة تقف. عشان كده يا رب هارون يا رب يجي، عشان لو انا موت الدعوة تكمل، عشان انا معرض للخطر ومتهم في 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 في, في ان انا قتلت مصر في هذه البلد وممكن يقتلوني يا رب، عشان موتي ما يموتش الدعوة، عشان وقوفي ما يوقفش الدعوة. فين التجرد ده يا أمة محمد؟ فين التجرد ده يا عاملين لدين الله؟ فين التجرد ده يا دعاء؟ فين التجرد ده لدين الله؟ إن احنا نؤمن ببعض. فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا كلا، حرفين كلا، ثلاث حروف يا عم، كلا ثلاث حروف منهم حرف في شدة. يعني كلا كلا يعني ده لا يمكن يحصل أبدا. الكلمة دي غيرت مسار موسى وخلته يروح لفرعون. لما الإيمان بيملى القلوب أي تكليف مهما كان صعب هننفذه يا رب. لما الإيمان بيملى القلوب يا أمة محمد، لما الإيمان بيملى القلوب يا مصريين، يا مصر الغالية الحبيبة، لما الإيمان بيملى القلوب أي حاجة بتهون، أي تكليف في شرع ربنا بيهون. يا جماعة اللي رافضين شرع ربنا رافضينه لأنه هم خايفين على شهواتهم، خايفين على نزواتهم، أو مش قادر. يا جماعة إحنا لازم الآه لو الإسلام دخل في القلوب. قال كلا، كلمة من حرفين خلت موسى يقف في وش فرعون لأن القلب مليان إيمان. قال كلا فاذهب بآياتنا. اسمع بقى، إنا معكم مستمعون. الكلمة اللي أنا بلف من أول الكلام عشان أوصل ليها واختم بها التعليق على الآيتين دول، إنا معكم، إنا معكم. ربنا بيقول لنا أنا معاكم، ربنا بيقول لكل واحد قام ينقذ الأمة دي أنا معاك، ربنا بيقول لكل واحد قام يغير أنا معاك، ربنا بيقول لكل واحد قرر انه ينذر حياته للدعوة انا معاك، ربنا بيقول لكل واحد ولو هيقول كلمة في مسجد ولو هتدعو صاحبتها ولو هيغير على قده انا معاك، ربنا بيقول لكل واحد هينذر نفسه جند للدين ده انا معاك. اذهب بآياتنا انا معكم، انا معكم. ربنا بيقول لنا يا أمة محمد، ربنا بيقول لنا شعب مصر انا معاكم، انا معاكم بالصومه، انا معاكم بس طالبوا بالشريعة. ماذا لو اخترنا الاسلام؟ على فين يا مصر؟ على فين يا مصر؟ المعركة اللي جاية معركة عايزة احساس بالامل، معركة عايزة احساس بالامل ان بعد 200 سنة تنحيل الشريعة ممكن ترجع تاني، ان ربنا هينصرنا، ان ربنا هيعزنا، ان ربنا هيرفعنا، ان ربنا هيكرمنا. مين كان يصدق اللي احنا في الوقت ده؟ مين كان يصدق؟ يا جماعة عايزين نبقى مع ربنا سبحانه وتعالى، عايزين نبقى مع الملك سبحانه وتعالى. المعركة اللي جاية دي هندخلها واحنا كلنا استعداد للشغل. احنا مش عايزين نحصد مكاسب من غير ما نتعب، مش عايزين نجني الثمار من غير ما نزرع. ما ينفعش، لازم نصبر، لازم نصبر على البذرة حتى تنبت، وعلى النبتة حتى تورق، وعلى الورقة حتى تزهر، وعلى الزهرة حتى تثمر، وعلى الثمرة حتى تنضج. انه طريق الصبر على الصبر الطويل، هو ده طريق الدعوات. سنن مش هتحابي حد، لما المسلمين خلفوا سنة هزموا في أحد، مش هتحابي حتى لو محمد بن عبد الله بين ظهر غنيمة عليه الصلاة والسلام. سنن لازم نتعب يا جماعة، في نماذج مرعبة يا إخواني. قريت في تقرير المفروض ان تقرير أمريكاني، تقرير غربي، تقرير عن الصومال، عن سبب انتوا ممكن يكون معظم الناس مش عارف ايه اللي بيحصل في الصومال. الصومال يا إخواني من سنوات قامت فيها محاكم إسلامية بتحكم بالشريعة الإسلامية، اكتسحت الصومال كلها، قضت على الجريمة في الصومال، قضت على الظلم في الصومال، المحاكم الإسلامية مسكت الحكم في الصومال، القضاة الإسلاميين الشعب كله التف حواليهم وقال احنا معاكم. المحاكم الإسلامية بعد كده قام جيش جهادي اسمه شباب المجاهدين، جيش الشباب او شباب المجاهدين، وتعاون هو والمحاكم الشرعية دقيقة وحكموا الصومال ومسكوا الصومال. واذا بغلطة الاستعجال اللي دايما بنقع فيها، اللي دايما دايما بنغلط فيها الا من رحم الله، فجأة تصدر قرارات ممنوع الافلام الاجنبية. طب الافلام الاجنبية ماشي، ما احنا الوقت احنا هنتكلم في حرام وحلال، ما احرام، ولكن انا هتكلم دلوقتي في مسألة ان ازاي يا جماعة هننقل الشرع للناس. انا عايز الناس تختار الشرع، انا عايز الناس تحب الشرع، انا مش عايز احسسه انه مقهور، مش عايز احسس الشعب انه مقهور على الالتزام، انا عايز الشعب هو اللي يختار الالتزام، انا عايز اديله الدين. الناس عايزة الشريعة بس مش عايزة القهر، عايزة الشريعة، عايزينكم تساعدونا، تحطوا ايدكم في ايدينا، تاخدونا البر الامان، تفهمونا شريعة ربنا واحنا معاكم، بس ما تقهروناش. افلام الاجنبية حرام، ممنوع، انتهت. اي احزاب سياسية، اي تجمعات سياسية، انتهت، ممنوع. الموسيقى، انتهت. قفل بالضبة والمفتاح، ممنوع.
القط حاجة كده وما بيحكموها زي الشاي، ويحكوا القطة نوع من أنواع الحشيش يعني مخدر، ولكن الشعب مش فاهم الكلام، ممنوع على البنات. طيب كينيا وإثيوبيا اللي جنبهم، كينيا وإثيوبيا دول لازم نكتسحهم وناخدهم، يا كينيا ويا إثيوبيا هندمركم وناخدكم للإسلام. طب وبعد كده يا إخواني العالم اتفزع، الدول اللي حولهم اتفزعت، الشعب اتخنق، العالم الغربي خاف. كانت النتيجة مئات الملايين دعم دولة إثيوبيا و300 ألف جندي إثيوبي يجتاحوا الصومال ويهرب زعماء هذه المحاكم الإسلامية لحد ما بدأوا يرجعوا صفوفهم تاني. الكارثة مش إن إثيوبيا دخلت، طول عمره إثيوبيا بلد محاربة للإسلام، فلما بيتمسك بحكم غير إسلامي، ولكن مش دي القضية. وما القضية إيه؟ القضية إن الشعب ما وقفش جنب المحاكم الإسلامية. القضية إن لما دخلوا الشعب قالنا ليش دعوة، طب ليه؟ ما أنتوا خنقتونا، ما انتوا ما فهمتوناش الدين، ما انتوا ما طلعتوناش السلم اللي انتوا طلعتوه خطوه خطوه، انتوا طلعتوا فوق البرج وقلتوا لنا نطوا، هننط ازاي؟ مش قادرين، مش قادرين نمشي معاكم بالطريقه دي. طب درجونا، طب ارحمونا، طب فهمونا، طب انزلوا وسطنا وعيشوا وسطنا واندمجوا وسطنا. عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول ان يا جماعه اللي عايزين يطبقوا الشريعه الاسلاميه مش هتيجي ثمره كده فجاه الشعب يقول خلاص خرطبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا. لا يا جماعه، لازم يا شباب، لازم يا اخوات، لازم يا ملتزمين، لازم يا دعاء، لازم يا كل واحد بتتفرج عليا، لازم يا كل واحد ملتزم في هذه الامه، لازم ننزل ونتعب ونشتغل في الدعوه. لازم يا جماعه، لازم ندفع الثمن يا جماعه. يا جماعه التغيير اللي حصل ده مش هو التغيير الكامل. في مبارك مشي ونص مليون مبارك لسه موجودين في البلد دي، ماسكين الوزارات وماسكين المحافظات وماسكين القيادات وماسكين ده لسه المعركه لسه طويله. المعركه الحقيقيه ان 85 مليون الشعب يتغيروا. المعركة مش ان المادة الثانية في الدستور يفعلها الحكومة، المعركة ان المادة الثانية من الدستور الشعب هو اللي يفعلها، الشعب هو اللي يختار البنوك الاسلامية. ما اتحطت البنوك الاسلامية جنب الربوية، ومعظم الشعب اختار الربوية، الشعب هو اللي يختار الدين، الشعب هو اللي يفعل القضية، الشعب هو اللي يقوم نختار الاسلام. ماذا لو اخترنا الاسلام؟ ماذا لو اخترنا شرع الله؟ الافكار بتتلاحق وراء بعضها والدنيا اتغيرت يا جماعة. ومصر بعد 25 يناير غير مصر قبل 25 يناير، والملتزمين بعد 25 يناير لازم يبقوا غير الملتزمين قبل 25 يناير، والدعاء إلى الله بعد 25 يناير لازم يبقوا غير قبل 25 يناير، وانتم لازم تتغيروا. طول ما الموضوع واحد بيتكلم وواحد بينتح في قلبه وواحد بيضع، طول ما الموضوع بطولات فردية عمرنا ما هننتصر، عمرنا ما هننتصر غير لو انتم قمتم وشلتوا المسؤولية وشلتم الرسالة اللي عليكم، والكل بقى مستوى واحد. يا اخواني سيدنا موسى وسيدنا يوشع، سيدنا موسى كقائد اعظم، ولكن سيدنا موسى يموت في التيه عليه الصلاة والسلام، وسيدنا يوشع يجي بعده ويحرر فلسطين. طب ليه سيدنا موسى هو القائد الاعظم واحد من الخمسة أولي العزم من الرسل؟ لان الصف اللي ورا سيدنا موسى صف لما وقف ما بين فرعون والبحر قال إنا لمدركون، والصف اللي مع يوشع بن نون صف ثابر وجاهد وكافح وتحرك وراح لفلسطين عشان يحررها. يبقى القضية الوقت يا اخواني مش قضية بطولات فردية، مش قضية دعاء بيدعقهم، مش قضية رجالة بتبذل، مش القضية قضية انتم، انتم الامل، انتوا الامل في التغيير، انتوا اللي لو قمتم الدنيا هتقوم باذن الله، انتوا اللي لو نزلتم الواقع واجندة معادلة القوة في الواقع هتتغير، انت اللي لو اتحركتي الدنيا هتتغير، انت اللي لو قمت وانضميت لجنود ربنا الدنيا هتتغير. اخواني في الله بدأنا حملة على فين يا مصر، على فين يا مصر، على فين يا مصر، بعد 200 سنة توهان، بعد 200 سنة بيخبطونا من متاهة المتاهة، بعد 200 سنة بنتبطح ودمنا يسيل ولسه اللي بعدنا مصممين يمشوا في نفس الطريق. بعد 200 سنة زعيم ظالم ورا زعيم ظالم ورا زعيم ظالم، والمصريين مبتلين بالزعماء المصريين. بعد 200 سنة قهر، بعد 200 سنة استعباد، بعد 200 سنة تلطيم ما بين الانجليز وما بين الفرنسويين وما بين الاحتلال المختلف وما بين الانظمة الغربية والشرقية. بعد 200 سنة جنون حكام على الامة دي، على فين يا مصر؟ هتختار الوقت الاسلام ولا لا؟ هتختار الوقت الشريعة ولا لا؟ هتختار طريق ربنا ولا هتختار السكة السودة الضلمة اللي احنا خلاص طفحنا الدم منها وعايزين نخلص منها بقى؟ لازم نتغير، ولازم تندلم المشروع الاولاني في الحملة بتاعتنا، حملة على فين يا مصر اللي اخترنا ليها شعار هذه الحلقة بتاعت الليلة، ونبقى مع بعض ان شاء الله يعني كل يوم باذن الله الساعة 11 عما بس المؤتمرات
بإذن الله سبحانه وتعالى، والندوات اللي ربنا فتحها لنا هذه الأيام تكون خلصت. يعني ما عرفتش أعمل معاد بدري عن كده، لأن يعني عشان نقدر نجمع ما بين الفضائيات وما بين يعني الأرض وما بين الشغل على الأرض وما بين شغل الدعوة، يعني هو ده المعاد يعني اللي بعد استخارة الله مولانا وربنا سبحانه وتعالى مولانا الكريم. يعني وجدت إن هو المعاد اللي هتناسب ظروفي في هذه الأيام. الساعة 11 اللي عاملين ورقة هي نازلة على موقع الطريق لله، وجايبين لكم رقم خيري عشان اللي عايز كده الورقة ديت. اللي عامل الورقة ديت أخويا وحبيبي وأستاذي الدكتور عبد الرحمن الصاوي، ودفعتي برضو في الكلية دكتور عبد الرحمن الصاوي جزاه الله خيرا. سمى الورقة ماذا لو اخترنا الإسلام، وأنا واخد الاسم ده منه طبعا. سمى الورقة ماذا لو اخترنا الإسلام. الورقة جميلة قوي. الورقه بتتكلم عن يا جماعه هو انتوا هو الاسلام قطع ايد بس وانتوا مش عارفين الاسلام ولا ايه؟ لو اخترنا الاسلام هيحصل ايه؟ وبدا يكتب يجي حوالي 20 عنصر ولا 30 عنصر. لو اخترنا الاسلام المراه هتسعد قد ايه؟ لو اخترنا الاسلام هنتقدم قد ايه؟ لو اخترنا الاسلام البيوت والاسره هتسعد قد ايه؟ لو اخترنا الاسلام الحريه هتيجي؟ لو اخترنا الاسلام تفاصيل الحياه كلها هنتقدم فيها ازاي؟ طب لو اخترنا الاسلام الامن هيجي؟ الاقتصاد هيتصلح؟ الحياه ترجع؟ صلتنا بالله، دنيتنا، رخائنا، معيه ربنا لينا، اخرتنا، نجاتنا. لو اخترنا الاسلام هيحصل. لو اخترنا الاسلام هنرجع للديكتاتوريه والحكم الفردي. لو اخترنا الاسلام الارزاق الفساد هيحصل معاه ايه؟ لو اخترنا الاسلام شوارعنا وطرقنا والنظافه والاخلاق والمسل والسلوكيات هيبقى شكلها ايه؟ لو اخترنا الاسلام التكافل الاجتماعي هيبقى شكله ايه؟ دكتور عبد الرحمن عمل الورقه ديت، لا تزال الورقه حتى الان يعني ابيض واسود، وان كان اخواننا في موقع الطريق الى الله ويتو الله بيصمموها الوقت عشان تبقى ورقه الوان كده جميله ان شاء الله. بل وكمان ان شاء الله نعملها لوحات، لوحات كبيره تتعلق في المساجد. يعني ان شاء الله باذن الله، يعني انا باذن الله ان شاء الله احاول الليله ان انا اعمل برضو ورقه باذن الله عشان كلنا عززنا بالثالث بقى، عشان كله يعزز جود بعضه. ولكن الورقه الجميله الطيبه دي باذن الله سبحانه وتعالى، الورقه ديت انا عايز يا شباب، انا عايز يا اخوات، انا عايز كل واحد يدخل على موقع الطريق الى الله، هتلاقوا الورقه موجوده ان شاء الله في الصفحه الرئيسيه، تحملوها وتبداوا تطبعوها. ايه ورقه ابيض واسود اهو، الطباعه بتاعتها ان شاء الله اللون هتبقى على بكره موجوده ان شاء الله. ولكن نتصرف بسرعه، الورقة في غاية الجمال والبساطة، نصورها ونلزقها في كل المساجد، ونلزقها في مداخل العمارات وش وظهر، ونوزعها ونوري للناس. الورقة دي جميلة والله يا إخواني، جميلة، فيها بساطة وفيها جمال وفيها إقناع وفيها استشهاد بنصوص. ورقة طيبة وجهد طيب، ربنا يبارك في كل من قام يدافع عن الإسلام. الورقة موجودة على الموقع waytoallah.com. الورقة اللي عايز يسحبها بقى ويصورها ويوزعها في كل مكان ويلزقها في كل مكان بإذن الله سبحانه وتعالى. في رقم خيري مبدئيا هيبقى عشان الورقة، يعني في خلال يوم اللي عايزها فورا هتبقى يعني زي ما هي ابيض واسود. اللي عايز يستنى ما تتصمم الوان خلاص، يستنى ما تتصمم الوان باذن الله سبحانه وتعالى. يعني بس اللي يطلب كميه يطلب كميه كويسه، يعني يطلب كميه يقدر ينشرها في الدنيا. احنا عايزين نتعاون مع بعض بقى، كميه كبيره يتنتشر في الدنيا باذن الله سبحانه وتعالى. نتحرك ونشتغل، اهو ماده تشتغلوا بيها اهو، اشتغلوا ان شاء الله. ممكن من خلال نفس الرقم يعني نعمل موضوع اللوحات الكبيره اللي على الجدران عشان كل واحد يتصل وياخدها لكل المساجد اللي يقدر يحطها فيها. عايزين نواجه الناس بجمال الاسلام، نواجه الناس بجمال شرع الله، نواجه الناس بروعه شرع الله. عايزين الناس كلها تختار الاسلام بقى، ونجاهد ونكافح. الرقم الخيري اظن ممكن يبقى مكتوب قدامكم على الشاشه، الرقم الخيري لطلب كميات كبيره طبعا ان شاء الله من الورقه 019 798 28. تاني 019 798 28. تالت 019 700 982. اخواني في الله نتقدم بقى، اخواني في الله نتحرك بقى، وان شاء الله كمان ونجيب ورق كمان والدعاء يعملهم. وباذن الله الواحد يحاول الليله ان شاء الله باذن الله اول ما ارجع ابدا اعمل كمان في ورق ثاني او ورقه ثانيه باذن الله سبحانه وتعالى، ونتكاتف وننشر بقى الشريعه الاسلاميه في كل مكان. كانت الليله الحلقه الاولى من سلسله على فين يا مصر، من سلسله الدفاع عن شريعه الله، من سلسله ماذا لو اخترنا الاسلام، من سلسله كفايه فشل، من سلسله شمس الاسلام تشرق على مصر من جديد. كنا مع هذه المرحله الاولى في الطريق الطويل اللي احنا ان شاء الله مستعدين ندفع الثمن فيه،
وبنحتسب على الله كل كلمة بنقولها. والله يا إخواني الواحد ممكن يكون بيتكلم مش قادر، ولكن الواحد بيحتسب على الله كل كلمة وكل حرف وكل مجهود وكل لفة عجلة عربية في طريق لمكان هنتكلم فيه عن ربنا. احتسبوا على الله، كل ورقة هتجيبوها وكل ورقة هتوزعوها وكل ورقة هتلزقوها في كل مكان، احتسبوا على الله، احتسبوا على الله يا إخواني وأخواتي. واللي من بره مصر يدخلوا على الموقع ويتوا الله الطريق إلى الله، الطريق إلى الله، ويحملوا الورقة وينشروها في كل مكان بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انصر الإسلام، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يحكم. اللهم يا ربنا استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض. اللهم أذن لشرعك أن يحكم. اللهم أخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات وعباد وعابدات برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.